الحمد لله والشكر لله، ده كرم ربنا الحمد لله، وجعلنا سبب ان انا اجيب اول 3 بونت للنادي الاهلي. بقول الحمد لله، مكسب مهم جدا، الف مبروك للفريق والنادي الاهلي. كنا محتاجين الفوز ده عشان نعزز صدارتنا للمجموعه. الحافز كان كويس قوي في الشوط الثاني، وكان عندنا اصرار الحمد لله، ده روح الفلانه الحمراء زي ما الناس بتقول. الشوط الثاني الحمد لله اللعيبه دخلت اجواء الماتش كويس، وقدرنا ان احنا نكسب ونعوض الهدف بتاع الشوط الاول. بالعكس الكابتن دخل وهدانا خالص، اتكلم معانا بشكل كويس، عايزين بس نفوق، احنا حاسين ان احنا واقفين شويه في الملعب، عايزين نتحرك لبعض اكتر من كده، والحمد لله ربنا كرمنا الشوط الثاني. النتيجه طبعا بتاعت مباراه امبي الى حد ما كانت مأثره شويه الشوط الاول، ودي حاجه يعني مش عايز اقول طبيعيه لكن متوقعه. اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين ان احنا نرجع تاني لحالتنا، نرجع للمباراه تاني، لابد ان احنا نضغط على فرقه المحله. فريق المحله النهارده عمل مباراه كويسه وتعب، لكن يعني يمكن حظه النهارده ان هو بيلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدور على المكسب لاخر دقيقه، ما فيش، النادي الاهلي ما بيقفش لغايه اخر دقيقه، حاولنا لغايه ما كسبنا في 5 دقائق، دي حاجه تحسب لنا. والكابتن يوسف يعني الراجل ادت علامات بين الشوطين ان احنا نادي ونلعب بمزاجنا وهنوصل للمرمى وهنكسب. ويمكن قايل ان انا لما عمرو جمال ينزل هتعمل له الاوفرات اللي هي العكسيه، يمكن قدرت الحمد لله ان انا اوصلها له، وقدر ان هو يجيب جون، فقدرنا ننفذ التكتيك اللي احنا كنا طالبينه.